هنبدا ان شاء الله بعد الفطار مباشره مع احلى فطار للشيخ الجميل وصاحب الوجه الجميل الشيخ امين الانصاري. طبعا اسلوبه الماتع والشيق على موعد يوميا مع البسمه والتشوق والمتعه والعظه والعبره ايضا في برنامج الشيخ امين من تعليق صور على مقاطع فيديوهات للحيوانات وهو بيعلق على تعليق جميل. وهو اسلوبه رائع بصراحه في التعليق جميل. حقيقه يعني يدخل يعني. يصادف شغاف القلب وراجل بشوش الوجه. فكرته ايه احلى فطار يعني يتكلم عليه على الاكل يعني ولا احلى مع فطار الاكل ولا. بقى بعد كده بيعيشك مع مع الوجبات الجميله. هو هذا العنوان من سنين هو بيشتهر بيه وثابت بيه يعني على شاشه الرحمه. يعني احلى هيجيب لنا فطار مثلا يجيب مشاهدين فطار يعزم الناس على فطار ولا لا هو كلام بس الشيخ هو كلام بس الشيخ الله يخليك. برنامج عن عجائب الخلق في احلى فطار في الماء والهواء والسماء ما بين الحيوانات والطيور نشوف قدرة الله سبحانه وتعالى وإبداعه وقدرته سبحانه وتعالى وكرمه. لقائنا في رمضان هنتعلم فيه ازاي ترابط الأسر، ازاي حنية الآباء والأمهات، ازاي بر الأولاد، ازاي أخلاق نتعلمها مما سنرى مع قراءتنا للقرآن في رمضان ومع قيامنا الليل ومع حفاظنا على صيامنا إن شاء الله عز وجل نستفيد مع بعض. وانتظرونا على قناة الرحمة في رمضان على أحلى فطار مع عجائب الخلق إن شاء الله عز وجل. يأتيكم في الأوقات التالية.